فاعلون من مختلف المشارب التأموا بالرباط ليعلنوا عن تأسيس الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال. هو يعني فعل مدان وغير مقبول يعني حقوقيا وإنسانيا. مقيد الطفل هو داخل الأسرة، مقيد الطفل هو داخل حجرات الدرس، حق الطفل في الصحة، في التعليم إلى غير ذلك. فهي مسألة ديال اغتصاب الطفولة من حقوقها الأساسية. ويهدف الائتلاف إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية للأطفال الذين يعيشون في مخيمات تندوف. اليوم هذه النقطة، هذه هي النقطة ديال وضع، إلى بغينا نقوله، القطار فوق السكة ديال الائتلاف، اللي هو محمل بواحد الرصيد ديال المشاورات مهمة كانت في ثلاث دورات بين ما يقارب 60 هيئة، بين منظمات وهيئات وخبرات وكفاءات. وسيعمل الائتلاف على مكافحة كافة أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة التي يتعرض لها أطفال مخيمات تندوف، إضافة إلى وضع قاعدة بيانات إحصائية مفصلة وإعداد تقارير بهدف تسليط الضوء على وضعيات هؤلاء الأطفال.